أما هلأ ليا بننتقل لأولى فقراتنا لليوم، عالم الطفولة، وموضوع رح نسلط فيه الضوء على مصطلح سوء التكيف الناتج عن عدم تقدير الطفل لذاته وانسجامه مع المحيط، مع الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي رندا، يسعد صباحك. يعني بالبدايه خلينا نحكي، يعني من اول ما يخلق الولد قديش مهم انه نحن ندمجه صح بمجتمع الصغير وبعدين بالمجتمع الكبير، وقديش باي عمر هو المفروض انه هو يحاول يصير اجتماعي. لما نشوف اولاد كثير بتحاكيهم بينأذوا، في اولاد بتشوفيهم بيهجموا هن عليك وكثير كأليفين، ليش؟ طيب هلا حسب ما بتكون البيئة محمية، دائما نحن بيكون في بالفترات الأولى للطفل بيكون بدائرته الأولى اللي هي البيت، فدائما نحن بيكون هو شبه محمي بشكل كامل بكيف بياكل، كيف بيتحرك، كيف بيتصرف، فهذه الحماية الزايدة أو أحيانا بتكون عكسها تماما اللي هي الإهمال الزائد اللي أنا بتركه بدون أي اهتمام، فهذا دائما بيعطي مؤشرات للطفل انه يكون او بيخاف، فهو دائما عنده هذا القلق الغير مبرر، او احيانا بيكون لا مندفع زياده، فنحن دائما الزائد اخو الناقص، بتلاقي في فتره من العمر مو صح انه كثير يروح على الغربة ويتعاطى معهم، وفي فترات ثانيه لا لازم يقدر يعرف انه امتى انا احكي مع اشخاص معينه، امتى انا الغريب ما اقرب عليه، امتى هدول ناس قريبين مني انا في هالود بيني وبينهم، فهي كلها بتمرق بمراحل معينه حسب وعي الطفل وتطور شخصيته. هلا بالنسبه لكيف انا ليه بيكون في عندي اطفال اجتماعيا بيكونوا احسن من اطفال، هذا بيرجع لكثير نقاط اساسيه، اولا كيف الام والاب بيكونوا هن اساسا، هل هن اجتماعيين، هل هن دائما دائرتهم الاجتماعيه كبيره وبيعرضوا الطفل لخبرات جديده، ولا لا حامينه مثل ما ذكرنا انه بيكونوا كثير محدوده علاقاتهم وتجارب الطفل اجمالا. طيب خلينا نحكي كيف فينا نقول او ايمت فينا نقول انه هيدا الطفل عنده سوء تكيف، يعني نحن بنشوف حتى احيانا بالعائله نفسها في اختلاف بين الاطفال بطريقه الاندماج والتكيف مع انه البيئه واحده، يعني انا كيف فيني اقول انه هيدا الطفل عنده سوء تكيف مع المحيط او عنده مشكله كأم، لانه دائما الامهات اذا في مشكله صغيره بتلاقيها نوعا ما بترفضها بينها وبين نفسها، بتقول لا هيدا موضوع طبيعي وما في مشكله. هلا اول مؤشر اللي كلياتنا بنقدر فورا نكشفه اللي نحن بنسميه بالعامي النق، انه دائما تلاقيه دائما بيتشكى، دائما كل الاولاد نقين، انا ما بشوف بس في فرق ما بين مثلا انه يضل عم بينق انه في شيء مو عاجبه مثلا، او دائما ما عم بقدر اعمل هذا النق اللي هو الشعور بالعجز انه هو مو قدران يعمل شيء لحاله، او هو ماله مبسوط، او بيرجع بيقول لك مثلا راجع من المدرسه بيقول لك مثلا انه انا اليوم ما كنت مرتاح، صار معي موقف، بتلاقي الموقف كثير صار بسيط وهو اصلا ما له علاقه فيه ولكن هو ما انسجم فيه. دائما انا بقول لهم نحاول نحن قدام اطفالنا ما نكون في مقارنات، دائما نحن بنحكي بالسنوات الاولى مثل ما ذكرنا انه دائما انا اعزز ثقه الطفل بنفسه لحتى يبطل يصير يقارن نفسه بالاشخاص الثانيين، فهو ما بيعرف يحط حاله تماما على السلم، يعني هو بيقعد بيعرف يقيم نفسه انه انا بهي عندي نقطه قوه بهي المهاره مثلا، او انا شاطر بهذا الجزء من سلوكي او من مهاراتي، ولا بصير بالعكس بصير بقارن حاله بالمحيط انه دائما بيسلط الضوء على نفسه بالنقطه السلبيه اللي هو ما بيقدر ينجز فيها، لهيك بيزيد النق، لهيك بيزيد دائما ما بتلاقي متصالح مع نفسه، دائما بيحط اللوم على الناس الثانيين، دائما بيلوم اكثر شيء والدته لانه هي بتكون اول شيء على احتكاك مباشر معه، بعدين بيتعمم هذا الشيء بصير بيزد فشله على
على المحيط وعلى الظروف. من هون بتبلش بقى تبين معنا انه فعلا هذا الطفل ما له متكيف، ما له مبسوط. الشعور بالسعاده وابتسامه الطفل كثير بتعطيني مؤشرات ايجابيه، غالبا بتكون غايبه عن هدول الاطفال اللي عندهم سوء تكيف. نعم. لكن خلينا نتابع بنفس الموضوع ونحكي عن الاندماج بالمجتمع المنفصل عن اهله، بالروضه، يمكن عن بيت قرايبينه، الام اضطرت تتركه للولد. في كثير اولاد بصير عندها حاله من الذعر الفظيع ومن الهستيريا يمكن اذا بعدت عن امها. هي حاله الانفصال، كيف الاولاد اللي بيعانوا من التعلق الكبير بامهم، كيف لازم نحن يمكن نتبع معهم اسلوب على الرايق، وبأي عمر لازم عن جد نبلش نعود الطفل انه لازم الام تبعد عنه؟ هلا في فكره انه هلا الامهات اللي عم تشوفها انا هلا هي اللي عم تكون متعلقه بالطفل. يعني ابنها ابدا ما بيكون ما متعلق فيها او ما عنده هذا الرابط لانه يكون هي العلاقه، بتكون هي اللي متعلقه فيه. فهي اللي بتعمل هذا هي المشكله اللي بتخلي طريقه الانفصال تكون ما لها جيده. لكن احنا بنقول كل شيء بيكون بالتدريج، سواء الام هي اللي متعلقه بالطفل او الطفل هو متعلق بوالدته. بيكون الموضوع بالتدريج، بيكون كثير حلو لما انا بالسنوات الاولى اعطيه مساحه حره لحاله. دائما بقول لك انا ما فيني اتركه يلعب لحاله بيوسخ لي مثلا، او ما فيني اتركه يمشي بخاف يوقع. لا بالعكس، هي الخطوات البسيطه كثير اللي انا بعطيه مساحه لطفلي يتحرك فيها ويكون قدران يوقع ويرجع يقوم لحاله، قدران يستكشف شيء معين بالبيت وارجع انا اطلب منه انه يرجع يحافظ عليه او يرجعه مثل ما كان. هي كثير اشياء بسيطه بتشتغل على استقلاليه الطفل، بتشتغل على ثقته بنفسه من خطوات اولى كثير بسيطه. بعدين انا بنتقل فيها لحتى اوسعها اكثر. هون انا بكون اشتغلت شوي استقلاليه، اشتغلت شوي ثقه بالنفس. هي كلها بتعطيه انه يكون قادر يعمل شيء بعيد عن امه. متى ما الطفل قدر يعرف انه انا فيني اعمل هذا الشيء بدون ما حدا يساعدني فيه، فهون بيصير الموضوع الانفصال كثير اسهل وكثير اريح. بنرجع بقول لك بالتدريج، بخصوصي انه حلو كثير تحطه مثلا بروضه، تحطه بانشطه، تعطيه هذا بيشتغل هي دائره كلياتها متكامله، بتخليه يعزز ثقته بنفسه، يكون مستقل، قدران يقيم حاله بين مجموعه، قدران كل ما فات على ظروف جديده فهو قدران يتكيف معها. هذا كله بيعطي خطوه ايجابيه اساسيه لحتى ينفصل عن والدته بطريقه. بأي عمر لازم؟ هلا في دراسات بتقول انه من 6 شهور لازم يبلش ينفصل الطفل عن امه، وفي دراسات بتقول عن 3 سنين. هلا انا بحكم خبرتي يعني وبحكم مع يعني كرأي شخصي، انا مع فتره الـ6 شهور بتكون كثير فتره ايجابيه. كل ما زاد العمر كل ما كان الانفصال اصعب، كل ما كان الطفل اعتماده على امه اكبر. وكل ما بتبلش بتبلشي فترات قصيره مع الاقران القرايب نوعا ما لحتى نقول لتوصل لمرحله الروضه. بس يمكن اشرتي نقطه خلال حديثك وهي نقطه كثير مهمه، لانه المحيط والبيئه بتلعب دور، والاهل احيانا بيكونوا هم لهم اثر سلبي مش ايجابي على الطفل من خلال التكيف او التاثير من خلال التكيف مع المحيط والبيئه. خلينا نحكي كيف فينا فعليا يكون هيدا التكيف مع المجتمع او البيئه سليم، وبنفس الوقت المقارنه احيانا مع الغير. يعني لما انا بقول له ليك فلان بيلعب لحاله، ليك فلان قدران يشتغل لحاله، قدران يحل وظايفه لحاله كمان، ليك فلان عم يلعبك، ليك فلان مو بخيل تماما. فهي يعني هي افكار كثير مثلا احيانا قدام المحيط، يعني انه الام او الاب ما بيقولوا بينه وبين حاله لحتى نوعا ما، بتلعب اثر كبير على نفسيه الطفل. خصوصي في نوع ثاني من المقارنه لما الاب او الام بيقولوا وقت كنت بعمرك ما كنت اعمل هيك، ما كنت اعذب اهلي وما كنت اطلع فوق انه كنت اعرف اعمل ابديت على الموبايل وعلى المكرف الموبايل. هو بيكون في بزمن مختلف تماما. يعني انت شوفي انه هو ما انا ما كنت، هي اهم جمله، انه انا ما كنت اقعد قدك على التي في، ما كان في تي في تماما.
فهو بيجي الطفل هو اساسا عم بينمزج حاله على ابوه وامه، فهو اساسا عم بيحاول يكون مثلهم، يعني هو برايه انه امه او ابوه هو الشخص الخارق اللي قاعد يكون مثله. فلما بيجي بقارنه بشيء اساسا هو ما له موجود مثل ما ذكرنا هدول الامثله، فهو قد ايه بده يحس بهذا الاحباط او انه انا شو ما عملت ما رح خلص ما رح اقدر اكون الشيء اللي انا بدي اياه. ما بالك لما بتكون المقارنات بين الاخوه، خصوصي انا بشوفها كثير بين البنت والصبي، انه ما انه كيف انه شوف اختك شو رايقه تقعد تدرس لحالها. فهو في ميزات عند مثلا البنات ما بتنوجد عند الصبيان يعني، والعكس بالعكس. فهي الامور انه انا دائما بدي وقت قارن باشياء منطقيه، يعني منطقيه، ويفضل حتى ما قارن فيها. في كمان من الامثله انه مثلا بيكون طالع طفل مثلا عم بيغني او عم بيعزف، نشوف كيف بيعزف وانت طب انا ولا مره حطيتوني مثلا بكورس تعليم أو موسيقى. حتى الفارق الدراسي انه اختك بتجيب علامات تامه انت لا، ما بالضروره الكل يطلع متفوق تماما يعني. دائما انا بقول لهم كل حدا متميز بجانب معين. صحيح. هون لازم نحن نسلط الضوء على ميزات طفل المنفصلة عن غيره من رفقاته، من اخواته، من امه وابوه. فهي القصص هي الاساسية اللي انا من هون ببلش اشتغل على طفلي فيها. نعم. رندا، خلينا نحكي معالجة الاطفال يلي ممكن هن يكونوا بالبيت بحالة وبرات البيت بحالة، ممكن إذا أجاهم عالم أو أمهم تركتهم مع حدا بقلب البيت بيكونوا كتير حدا اجتماعي، برات البيت بس يطلعوا من قوقعة البيت بيصيروا يعني أطفال هنن عندهم حالة من الانطوائية وعدم الاندماج بالمجتمع. ليه؟ هلأ هون في هي نحن بنجي هون على حاجة الأمان. لما الطفل بيكون في عنده أمان وشعور بالراحة بيكون مرتبط أو بالأشخاص أو بالمكان. حتى نحن بتلاقينا بنفوت على أماكن اللي أنا مرتاحة هون، أنا بقعد هون مرتاحة، أماكن تانية بتعلم أنا مالي قدرانة ارتاح أو بس بدي أطلع أو اتضايقت. فالطفل نفس الشيء بيكون في عنده هذا رابط الأمان متواجد بمكانه، ببيته، بغرفته، بتخته. فهي الروابط دائما أنا بحاول أكسرها بطريقة تدريجية. في أنواع من، أنا دائما بقول لهم أنا بحب يكون كل الموضوع بالتدريج، ولكن في أطفال كل ما كان الموضوع أخذ مساحته كل ما كان أصعب. في أطفال لا، أنا فعلا بحاول أكسر لهم إياه، كسر لهذا الروتين أو هذا الرابط، وبحاول دائما أحطهم بأماكن ثانية. إذا مرتبط بالبيت مثل ما ذكرتي المثال، فأنا بيكون مع والدته بيروح بيجرب كذا مكان. دائما بحاول أخذه على الحديقة، بحاول أخذه على المول، أخذه على أماكن مشي فيها لحتى دائما أكسر هذا الرابط. إذا كان مرتبط بالأشخاص فأنا بالتدريج بوجودي كأم بكون معه وبعوده على أشخاص تانية. طبعا بيكونوا مصدر أمان، يكونوا أنا واثقة فيهم، مثل روضة أو مدرسة أو البيت التيتا، بيت العمة، الخال، يعني هدول كلهم هن الخطوات الأولى للدائرة بعد الدائرة الأولى اللي هي البيت. بس يمكن كمان المحيط بيلعب دور، مش بس فينا نقول العيلة، يعني الروضة، المدرسة، الطلاب، الأنسات، لأنه بعض الطلاب أو بعض الأطفال بتلاقيهم هن عندهم ميول للاندماج الاجتماعي، بس ممكن يعني يواجهوا بعض التنمر فينا نقول بالروضة، أو بعض المعاملات السيئة وما يقولوا للأهل. يعني في أطفال مثلا بتلاقيهم بيحطوا نظارات، الأولاد الثانيين ممكن يضحكوا عليهم، بتلاقيه انعكف، يعني هو كان بالأساس ما عنده مشكلة مع هيدا الاندماج بس في تصرف آخر. أنا كيف فيني ممكن أعرف؟ يعني لأنه أحيانا أو أغلب الأولاد ما كتير بيحكوا، يعني بيتعرضوا لكتير من المواقف ونحن نتفاجأ بعدين أنه صارت معه. لهيك أنا بقول الفترة اللي قبل الخمس سنين هي كتير فترة جوهرية لأنا أعطي هدول الأسلحة لأبني، علمه دائما يحكي شو عم بيصير معه، علمه دائما أنه أي شيء بجسمه أو بشكله أو بإمكانياته سواء الظاهرة أو الخفية هي يعني هذا هو هيك بده يكون، متكيف معه، قدران يتقبله. كيف بيقدر يتقبلها؟ دائما نحن مثل ما قلنا انه لما كأم طول ما قعدت تقول له مثلا حط نظارتك هلا ما بتشوف، نظفها، فهو خلص صار عنده هذا الموضوع
كل تركيزه صار مصبوب عليه، انه طيب ليه انا رفقاتي ما عندهم هاي هذا الشيء مثلا، او وين ما بروح انت عود قدام مشان مثلا انه مشان عيونك. فهي هدول قصص كثير ضروريه ولازم يتنبه عليها الطفل، ولكن الطريقه اللي انا بنبه طفلي عليها والطريقه اللي انا بتعايش مع الموضوع، فهون يا انا بحط هاي المشكله محور الاساسي فبعمل له مشكله فوق مشكلته، او لا بيكون الموضوع عادي وبيتكيف معه بطريقه كثير بسيطه. بيرجع لتكيف الام والاب احيانا. نحن حكينا مثال كثير بسيط اللي هو نظاره. في عندك اطفال عندهم احتياجات معينه، في عندك اطفال عندهم اشياء اساسيه بشكلهم بتخليهم دائما عندهم هذا الرؤيه انه هن مختلفين عن غيرهم. من هون دائما لما الام بتكون اساسا هي متصالحه مع نفسها، قدرانه تطلع من صدمه انه عندها طفل عنده احتياج، هذا بينعكس فورا على الطفل، وهذا بيعطيه اول خطوه لانا احكي انه انا كطفل احكي انا صار معي هاي المشكله، انا هذا ضايقني، انا هون مالي مرتاح. هاي الاريحيه اللي انا بعطيها لطفلي احيانا من كثر ما الام بتخاف على ابنها فهو بيبطل يحكي لها، انه خلص انا هي دائما عم تنضغط عم تبكي عم تزعل فانا خلص ما عاد بدي احكي لها. فدائما ردود فعلنا طريقه تعاملنا مع الموقف خصوصي بالاطفال اللي عندهم احتياجات معينه لازم يكون اكثر مرونه ويتعامل كانه عادي يعني مثله مثل اي طفل ثاني. لهون هو بيطلع متعود انه انا مثلي مثل غيري، الي امكانياتي والي ميزاتي. نعم. كمان خلينا نحكي بنقطه انه الدرس، في كثير من الاطفال بيكونوا كثير شاطرين وحافظين بس عندهم حاله من الانطوائيه من الخوف، بيخافوا يسمعوا قدام الاولاد الباقيين، او ما بيخافوا، ما بعرف شو بدنا نسميها، حاله يمكن بيروح مصطلح اكثر، بس انه كمان خجل. المشاركه اذا ما فهم شيء بيستحي يرفع ايده، او اذا سالت الميس سؤال كمان بيستحي انه يرفع ايده بالصف. طيب ليش هي الحاله مع انه هو بيكون كثير ذكي وكثير محضر وبيعرف؟ هلا هون نرجع كمان لردود الفعل، لما دائما بالبيت بدائرته الاولى لما كل ما بده يعمل شيء بده يتنبه عليه، او في نمط من الاهالي دائما بيضيفوا معلومات على ابنهم، فمثلا هو حكى مثال الطفل او قال له مثلا تعال انا لا شوف انا بقدر اعمل هذا الشيء، فبقول له لا اذا عملت عليه هيك بيكون افضل. فدائما الاهل نمطهم بيكون هن مالهم ممنون من طفلهم، او دائما بدهم يضيفوا عليه معلومات، فهو بحس حاله شو ما نعمل في ملاحظات عم تتوجه له، فبيفضل انه ما يحكي او ما يقول. هلا وفي كمان مشاكل ثانيه، ممكن يكون الطفل هو حساس، ممكن يكون هو الطفل ما عنده ثقه بنفسه. انا هون الحقيقه بحط اللوم الاكبر على الجو والبيئه الصفيه، بحط اللوم الاكبر على المدرس، انه هي لازم كمعلمه او مدرس يكون قدران يعرف هاي الفروق الفرديه بين الاطفال، وحتى بالمرحله الابتدائيه، حتى بالاعدادي، حتى بالجامعه بنشوف هيك نماذج. دائما يكون هو كمدرس او كمعلمه تقدر تعرف هدول الاطفال وتعطيهم مهام قدرانين يعملوها. يعني طفل كثير خجول ممكن انا ما اطلعه يسمع، ممكن اعطيه وزع اقلام مثلا، فهذا بيعطيه بالمراحل الثانيه بالفترات الثانيه خطوات لقدام تماما انه يقدر يحكي. بيقدر في كثير من الاطفال بتكون هي قدرانه وحافظه وشاطره، ولكن مجرد ما يتسلط الضوء عليها بيروح تركيزها انه يا ترى شو عم بيحكوا عني هلا، فبينسوا كل المعلومه. من هون نحن لما بنبلش نعطيه هي المهام البسيطه، وزع دفاتر، وزع قلم، روح ودي هذا على الصف الثاني، هي خطوات بسيطه كثير وكثير بتساعد لقدام. كمان فينا نقول الظروف اللي عم نعيش فيها الحياتيه المعيشيه والاقتصاديه نوعا ما بتعطي ضغوطات يومية أو ستريس للأهالي، فبتلاقي الأم أحيانا بتفش خلقها بالولد، بتعصب عليه، بتلاقي وفي صورة مغايرة بنشوفها، يعني على الفيسبوك بتلاقي الصور مع ابنها وجلسة تصوير وما أحلاهم والبيت عالم آخر. قد ايه بيأثر هيدا اليوم على نفسية الطفل وعلى اندماجه؟ يعني نحن بنشوفها بحياتنا الاجتماعية في ازدواجية، يعني
التعصيب على الولد والخناق، وممكن قدام الناس بيختلف مع الصورة، كمان بتأثر فينا نقول على نفسيته وعلى تكيفه، حتى ممكن يتعلم تفاصيل أو قصص ما كان أساساً شايفها بالحياة. هون بيفقد معنى قيمة المحبة. لما الطفل بيشوف والدته هيك فهو خلص بيصير بتلاقيه هلأ شوف، بيصير أنا كتير بسمع أنه هلأ شوف، هلأ مثلا بدنا نتصور، بيروح بتلاقيه خلص مثل ما بده أمه عمل وتصور وفعل مضحك وبعد شوي تلاقي عم تخاف، بعدين هو بيرجع بيعمل يعني هو بيرجع مثلا بيحركش فيها أو بيعمل لها مشاكل أو بيستفزها مجرد ما خلصت الصورة، يعني ولو كانت هي رايقة هو بيضل بيستفزها لحتى يعصبها، لانه خلص صارت وحده حال بيناتهم، يعني صاروا هن الاثنين مثل اثنين عم بتنافروا او عم بيضايقوا بعض. هن مو هيك، هن طريقه معرفتهم للمحبه او كيف التعامل او انا كيف خلي هذا الشخص يحبني، ما بلاقي بسلط الضوء عليه بالشغلات الايجابيه، لا بصير بروح بعمل بستفزه باشياء سلبيه لحتى خلي انتباه اهلي علي، فما بعد بعرف لانه خلص بتفقد قيمتها، يعني عن جد المحبه بتفقد قيمتها. في نقطه كثير مهمه ذكرتيها، هي نحن يمكن بنعرف الظاهر تبعها، ولكن هي لما انا بدي اجي كطفل كأم انا اقول له لابني انه مثلا ظبط ثيابك كذا بدنا نتصور وهيك، ولكن هو ما عنده قناعه او ثقه بنفسه ذاتيه من جوا انه انا كيف ما كنت رح اكون مقبول او انا مقتنع بنفسي. دائما الام او الاب دائما لازم يعززوا هاي التفاصيل عند طفلهم، انه شو ثيابك حلوين، شعراتك حلوين، خصوصي الاب لبنته بالسنين الاولى دائما بتاخذ ثقتها من نفسها وتكيفها الايجابي مع المحيط، لما بيكون كاب بيعزز شكلها، لبسها، شو بتحكي، هاي التفاصيل، شو بتتصرف، هاي التفاصيل كلها بتعزز ثقة البنت بنفسها. ونفس الشيء الصبي لما كمان ابوه بيعطيه مهام انه انا وياك شباب تعال مثلا نجيب اغراض للبيت، فهي التفاصيل او كمان بيعزز له انه برافو انت حتقدر تعمل هذا الشيء، هي كلها بتعزز ثقته بنفسه كجسديا كشكل، فساعتها ما عاد يهمه ابدا انه انا اذا تصورت وطلعت حلو بالصوره ولا لا، بالعكس انا حتى لما بدي اشوف صورتي على الموبايل حاتقبلها. في ناس كثير بتتصور زليار صوره وما بيعجبها شكلها بترجع بتعيدها وهي بتكون نفسها، فمن هون هي بترجع لهذا التفصيل البسيط انه انا لازم من عمر صغير ولو كنت انا بحب اتصور وبحب نزل صور لابني او شيء، بس دائما اذكر هدول التفاصيل لحتى ما تكون شيء استهلاكي للطفل. كمان خلينا نحكي عن هلا ما كثير في اهل وضعهم الاقتصادي منيح، في بصير غيرة وعدم ثقة بالنفس وبيفضلوا خلينا هيك نكبرهم شوي الشباب والصبايا انه يضلوا بالبيت ما يطلعوا برات البيت لانه يمكن موبايلهم اقدم من موبايل رفقاتهم، هن ما فيهم يلبسوا بلبس مثل رفقاتهم. خلينا نحكي عن هي الحالة كمان قد ايه بتأثر سلبا وعن شو بتأثر، على الدرس اكثر ولا على الحالة النفسية اكثر ولا على انه بتأثر على المستقبل اكثر؟ هلا هي اكثر شيء بنشوفها بفتره المراهقه، خصوصي انه هلا بهي الفتره عم تكون المراهقه على عمر بكير، فدائما انا بقول لهم نصيحه للاهل، بيجوا بيقولوا لي مثلا انا وين بدي اسجل ابني باي مدرسه، فانا بقول لها ما تسالي على المكان انه هي قريبه على البيت ولا لا، هي تدريسها منيح ولا لا، روحي اسالي على البيئه، على الجو المحيط بالطفل، هل هو كمستوى اقتصادي حيكون مناسب لك ولابنك تحطيه بهي المدرسة ولا لا؟ هل هو محيطه كرفقاته وأقرانه راح بيكونوا على نفس السوية ولا لا؟ حيكون حتواجهي مشاكل لبعدين إنه أنا شو لبست أو شو عملت أو شو الموبايل اللي معي؟ هلا في غير إنه مثلا أنا معي موبايل جديد ولا موبايل قديم، في فكرة أساسا هن ما بيكونوا عندهم، ما بيكون عندها أساسا قانون بالبيت انه تخلي الموبايل بايد ابنها، يمكن هي ما بتسمح له يكون عنده تاب او ما بتسمح له
يكون في معه موبايل، وبالمدرسه لا بيكون في، فهون بيصير لسه المشكله اكبر. لهيك انا دائما بقول لها وقت بدك تسجلي ابنك سجليه بمكان يكون البيئه الاجتماعيه مناسبه لك اقتصاديا واجتماعيا. في امهات مثلا بتقول لك انا ما بحب ابني كل اسبوع يروح مع رفقاته مشوار، فانا ما بروح بحطه ببيئه انه هن كل مثلا كل خميس بيروحوا. انا ابني ما بخلي مثلا كل يوم عنده نشاط، انا مثلا بس مرتين بالاسبوع. انا ماديا ما بقدر دائما اجيب له ثياب جديده، فبروح بلاقي وسط اجتماعي مناسب بحط ابني فيه. صحيح. ما بروح بحطه بشيء لا اقل ولا اكثر لحتى اوفر هذا الصدام. المشكله هلا الكل رايح باتجاه المظاهر، اليوم عم نشوف على السوشيال ميديا كثير تفاصيل اساسا هي بتكون فقط صور. خلينا بالختام نصائح سريعه لكل الامهات والاباء، قديش فيني فعلا اكسب انا صحه ابني النفسيه ويطلع سليم قد ما قدرنا. عم نحاول ضمن الظروف والامكانيات الموجوده الصعبه، وقد ما كنت عم اتعرض يمكن لضغوطات، حرام اليوم فشخ لي بابني وحرام فعلا اضغط عليه، لانه هو طفل ما بيعرف شو عم يصير بكل هي الدنيا. هلا في فكره انه دائما الام مثل ما هي بتكون هي والاب حيكونوا الاطفال. لما الام ما بتقدر ابدا تكون مثلا معصبه او مزعوجه لانها مثلا ما لها لابسه ثياب مثلا او غيرتهم كثير او لابسه شيء غالي، فالطفل رح يطلع هيك اكيد. فدائما نحن هي الافكار وهي هذا التكيف مع المحيط ضمن امكانياتي الماديه والنفسيه وكل شيء انا بقدر اقدمه او احصل عليه، فطول ما كان هذا انا قدرانه يكون ظاهرته بطريقه ايجابيه، فاكيد الطفل رح يطلع مثل اهله، لانه هي بالاخير بيئه. فدائما كمان بالعمر الصغير من النصائح اللي كثير انا بركز عليها، دائما امدحوا الطفل بامكانياته الموجوده الحقيقيه، ما بالغ مثلا رسمه مو حلو فانا ما بضل بقول له رسمك حلو، صوته مو حلو فانا ما بضل بقول له صوتك حلو، بالعكس بعطيه على قد ما عنده امكانيات لحتى بالمستقبل ما يعيش هذا الصراع، او لا يعطي لحاله حجم اكبر ما هو حقيقي ولا كمان ولا شيء ابدا، يكون دائما متوازن قادر يتكيف. كل ما كان تكيف عالي كل ما كانت الصحه النفسيه عاليه تماما. نعم، يعني نحن بنتمنى الصحة النفسية والجسدية لكل أطفالنا، وهيك إن شاء الله نكون نحن ريلاكس كمان حتى نربي أولادنا كثير منيح. شكرا كثير لك رندا. شكرا شكرا لك الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لك.